جاء الفقراء يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الدنيا أو مشاغلها أو الفقر، بل جاءوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأغنياء قد سبقوهم بالأجور والثواب، لأنه لديهم أموال فيتصدقون في أبواب الخيرات. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتموهم؟ فقالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: أن تسبحوا دبر كل صلاة 33، وتحمدوا الله 33، وتكبروه 33، وتمام 100 أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبهذه الأذكار بعد أن تسلم من الصلاة فأنتم تسبقون الأغنياء. لكن بعد ذلك الأغنياء علموا بهذه الأذكار فقالوها، فأيضا أتى الفقراء يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فنسأل الله من فضله.